أهدى البطل العالمي المحترف سامي الحداد مملكة البحرين إنجازا تاريخيا مشرفا في رياضة بناء الأجسام عندما حقق المركز الأول وتقلد الميدالية الذهبية في بطولة أسبانيا للمحترفين موفيا بعهده بتحقيق الذهب فقط في عام الذهب. وأعرب الحداد عن بالغ فخره واعتزازه باتصال الرياضي الأول حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله له بعد فوزه بالمركز الأول مباشرة. وقال الحداد: تشرفت باتصال حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بعد فوزي بالذهب مباشرة. لقد أثلجت صدري كلمات سيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وزادتني عزيمة وإصرارا من أجل تحقيق المزيد للمملكة الحبيبة، خصوصا أن جلالته كان يتابعني وينتظر النتيجة، كما أن كلمات قائد الشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ودعمه ومساندته ومتابعته المستمرة لي ترفع من حماسي أكثر للمهمة القادمة في أكبر بطولات بناء الأجسام للمحترفين بطولة مستر أولمبيا بالولايات المتحدة الأمريكية.